انا عارف ان جوز حضرتك زملكاوي. يعني هتباتي في البيت طيب النهارده؟ طيب بعد ما بعد اللقاء بقى عملتي ايه؟ انا كذابه، انا اللي حبيته وهو اللي مش حبيته. طب بعد اللقاء عملتوا ايه بقى مع بعض؟ لا احنا ما بنتفرجش مع بعض، انا رحت اتفرجت مع اصحابي البنات. أوكي. وهو اتفرج مع اصحابه الصبيان. استلقى وعده بقى اما يرجع. لا خلاص بقى، ما انا اول ما دخلت يعني عملت اللي عليا يعني. يعني انت كنت بتتفرج بره حضرتك؟ ايوه كنت اول ما جيت كنت لازم تقول له مع السلامه. قول له روح ودع كارترون. كانت الرضا عبد العال مع حضرتك يعني يا استاذه رانيا يعني. ايوه يا حبيبي بحبه انا متابعاه بحبه جدا. ربنا يخليكي ربنا يبارك لك. طيب يعني شفت اللقاء ازاي يا فنانه رانيا؟ طبعا الصوت الاولاني كان حاجه رائعه يعني، كان الاهلي يعني في التماسك ومسيطر يعني، لكن طبعا في النص الثاني التغييرات اللي حصلت دي هي اللي عملت الدروب يعني. ايه اللي دخلت نادي الزمالك صح الجيم تاني؟ ده كلام يعني كابتن رضا. كابتن رضا كلام قال الكلام الحلو لحد كده. لا بس ده كلام عايز اقول لك كل الناس اللي قاعده في الكافيه يعني كل الناس فاهمه كوره اكتر. لا يعني اكيد طبعا رؤيه حضرتك يعني من البوسيماني. لو والدك كمان الله يرحمه كان فنان كبير كان اهلاوي. لا ده كان اهلاوي جامد كبير مشجعي الاهلي يعني. صحيح صحيح الله يرحمه الله يرحمه. لا مبروك والله وهارد لك. طب ايه الهدف اللي عجبك طب في الماتش النهارده؟ هدف مين؟ هونكل زيزو. محمد الشريف الكعب الرجل ده السلية لمحمد الشريف يعني كان حاجة محترمة بجد يعني. في الآخر هو ماتش. هو أنا كنت سمعت كابتن رضا قبل كده قال المشكلة مع الزمالك هو فريق جامد جدا جدا طبعا. ما قصاد الأهلي بي بي بيحصل له هزة. وده كان واضح النهارده يعني. انت مع راي كابتن رضا في النقطه دي؟ اه انا معاه طبعا يعني. حتى جوزي الزمالكاوي بيقول كده. الفانيلا الحمراء. اه بيترعبوا مش عارف ليه. الفانيلا لا هي برضو يعني حظ، برضو الكوره فيها حظ يعني شويه. نسبه توفيق اكيد فيها نسبه توفيق كبيره. بس طبعا فيها اجتهاد جامد للمجتهد. صحيح صحيح. بشكر حضرتك يا استاذه رانيا ويعني نتمنى نشوفك دايما في سعاده ونشوفكم دايما كده يعني متابعين النادي يعني كل محبي الاهلي. سنه لو من حضرتك وربنا ما زال يجوز النهارده. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا فنانة رانيا. طبعا فريد شاوي واحد الفنان الكبير فريد شاوي طبعا وليده كان من الاهلاويه الجامدين قوي جدا قوي.